أعلن النادي الإسماعيلي عن صدور قرار من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة أمور النادي، وأشار إلى أن اللجنة تضم المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي. وجاء البيان من مديرية الشباب والرياضة أن اللجنة تتولى تسيير أمور النادي الهامة والعاجلة على أن يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023 تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية. ونشر الموقع الرسمي الإسماعيلي بيان مديرية الشباب والرياضة الذي جاء فيه: نفاذا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي وفي أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتعيين لجنة ثلاثية تضم المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي على أن تتولى اللجنة تسيير أمور النادي الهامة والعاجلة وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية من شهر يوليو 2023 تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية. وعليه يؤكد أعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد على تسيير كافة أمور النادي في الهامة والعاجلة خلال الفترة المقبلة لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية للنادي يقود سفينة الدراويش لولاية جديدة. كما يؤكد أعضاء اللجنة أنهم ماضيين بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتهم الموكلة إليهم للحفاظ على استقرار النادي الإسماعيلي خلال تلك المرحلة، وأنهم على مسافة واحدة من الجميع، والتأكيد على حرصهم في تحقيق الشفافية والأمانة وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية. مناشدين جمهور النادي الإسماعيلي وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة الوقوف خلف النادي في تلك المرحلة، كنهم المالك الشرعي للنادي، ودائما ما تكون جماهير الإسماعيلي الداعم والسند لناديهم حتى يمر بسلام خلال المرحلة القادمة.